وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. الآية اللي بعدها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا لم يهدد به احد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها، خالد. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اعطوني واحد تهدد القرآن زي ما تهدد هذا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هاي واحد بدي اقوله، لان بعرف انا في التسجيل على فكرة في ناس في بلاد مختلفة يفهموا من المسلمين انه اذا بتقتل مسلم انت باسم انك تحت سلطان الدولة وانك انت جندي هنا ولا هناك تقتل مسلم، افهم لم يتهدد الله سبحانه وتعالى بشر كما تهدد هذا. اثنين، احنا اعطينا هنا دروس في الموالاة وبينا لكم انه اي انسان يقاتل تحت لواء كافر، تحت لواء كافر لا يكون مؤمن. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تكون منهم تقاة. وفهمنا شو كل تقاة واعطيناكم وقتها. وبالتالي القتال تحت لواء الكفر، تحت لواء الكفر لم يجيز احد من علماء الامة عبر التاريخ كله، لم يجيز عالم من علماء الامة عبر التاريخ ان تقاتل تحت لواء كافر. يا اما بيكون كافر سليماني من الكهنوت الايراني، او كافر امريكي، او كافر روسي، او كافر بشار. مين قال هذول المسلمين؟ هاي القتال اللي يقتل تحت لواءهم هذا يقتل كافر. وما يقول ليش انه كان مضطر، لانه يقبل الاضطرار في كل شيء الا في القتال. فيش شيء اسمه اضطرار في انك تقتل المسلم، فيش اضطرار انك تقتل المسلم. وما احد قال بجواز انك تقتل مضطر المسلم في انك تروح تقتله انت بتدافع عن نفسك. وفهمنا تقتل المسلم ثم تقاتل تحت لواء كافر، من يقاتل تحت لواء كافر فهو كافر. وهذا باجماع علماء الامة عبر التاريخ كله. اما علماء السلاطين من اللي باعوا دينهم هذا موضوع ثاني، هذول لا تؤخذ منهم الفتوى اصلا.